السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبائي الأعزاء، أحبابكم في قناة طبخ أمينة المراكشية. يوم نحضر رزيزة بأبسط طريقة بدون ماكينة للمبتدئات، كتجي رائعة وكتجي لذيذة. بزاف اللي كيتشهوها وما كيزعموش يحضروها، ولكن بهذه الطريقة غتوليو تحضروها بسهولة وبعينكم مغمضين. اتبعوا معايا المراحل خطوة بخطوة حتى الآخر. خليكم على المقادير وطريقة التحضير. ما تنساوناش اضغطوا على الزر الأحمر أبوني وديروا جيم، نخلطوا في القناة ديالي يوصلكم كل الوصفات الجديدة. بسم الله. بالنسبة للمقادير كنحتاجو أنايا 400 غرام ديال الدقيق الفرص، أي الدقيق الرطب ما يعادل تقريبا 4 الأكواب عامرين. أنا 200 غرام ديال الدقيق فينو، أي الدقيق قمح أو السميد ناعم جدا، ما يعادل تقريبا 2 الأكواب. معلقة صغيرة ديال الملح، معلقة صغيرة ديال السكر الخشن أي سنيدة. بسم الله. كنصبو الدقيق، الدقيق الرطب، الفرص، هنا دقيق القمح، الملح، السكر الخشن، كناخدو الماء وبس كنوجدو. هاد العجينة مكتكونش نجرية، كتكون واقفة بعض الشيء. كنبقى نصبو الماء شيئا فشيئا حتى تنحصلو العجين اللي بغينا. دائما مكنصبوش الماء مرة واحدة. بالنسبة لهاد الماء راه سخون، بسم الله. بعد ما جمعنا العجين صبحت على هذا الشكل تبقى تلاحظوا مخففه ما تقيلاش، كتكون شي شويه واقفه. عندنا هنا استغرق لي الماء 350 ملل، ما يعادل تقريبا 2 الاكواب الا ربع. الان كنحاول ندلكوها مزيان. بعد ما دلكنا العجين صبحت على هذا الشكل، الان كنحاولوا ندهنوها بواحد شويه الزيت وكنتركوها حتى ترتاح لنا مده تقريبا 10 دقائق باش نديروها كبيرات. والعجين باش مرتاح كيجي رطب وكيتلق لينا مزيان، وكنغطيو بالبلاستيك. بسم الله. بعد ما طلقنا العجين حتى ارتاح لينا، الان غادي نحاولوا نديروا الكويرات، نقسموها على حسب الكويرات اللي بغينا. بالنسبة ليا تقريبا غندير شي 8 كويرات. بسم الله. بعد ما درنا 8 قطع تقريبا، الان غادي نحاولوا نديروا الكويرات. كندير بهذا الشكل لان هذه الحركه دائما كيطلبون عليها المشتركات. انتم على هذا الشكل كنديروا هكذا هنا حتى تنجم العجين هكذا. ها هي الحركة البطيئة، ومن بعد كنبقى نجيبها كنجمعو يدينا وكنجمعو الوسط، ومن بعد كنسرحو يدينا بالشكل. واللي كونا على هاد الشكل كنحطوها هنا هاد اللوحة. بعد ما دهنا بالزيت وتنبقو مستمرين حتى نكملو الكل، عاد من بعد تندهنهم بالزيت وتنغطيو عليهم بنفس الشكل اللي دارت هكذا. كنبقاو كنكوروها، كنجمعو يدينا وفي الاخر كنسلكوها، كنبقاو مستمرين حتى نكملو الكل. بسم الله. بعد ما كملنا جميع الكويرات كناخدو الزيت وكندهنو وكنغطيو عليهم. بالنسبة كيف ما كتلاحظو بان هاد العجينة ما فيش الخميرة، تنتركو كيرتاح باش مرتاح كيساعدنا باش كيجي مغلق وكنغلقو مزيان. الان كنغطو بهاد البلاستيك وكنصفو. بسم الله. بعد ما ارتاح لنا العجين صبحات على هاد الشكل، الان غادي نمرو باش نصايبو هاد الرزيزات ديالنا. الان كنحتاجو الزيت، الزيت حسب الاختيار ديالكم، من الافضل تكون الزيت مختلطه ولا زيت زيتون ولا زيت نباتي. انا الدقيق الفينو، انا الزبده المذابه، عندنا هذه القطعه هي اللي كتحل محل الوظيفه ديال الاله، كتجي سهله قطعه ديال القزبر المهبوس. الان مرو باش ناخذوا الكره الاولى باش نورقوا بالزيت تحت الجينه باش ما تركناها لتحت. بسم الله.
باش تما تركناها لتحت كتساعدنا في الطرق. كناخدو البول كندهنو السطح العمل، بعد ما دهنا سطح العمل الان كنحاولو نورقو بالزيت، كنورقو مزيان كنسرحوها مزيان حتى تصبح شفافه. هانتوما بعد ما تركناها مزيان لتحت تقريبا تركتها شي ساعه ترتاح، كتجينا باهيه كتغلق لينا. كنبقاو نورقوها، كنورقوها بالزيت من الزبده حتى الاخير عاد تنديرو الزبده. بسم الله، بعد ما ورقناها مزيان انتما كتلاحظوا شفافه، كناخذوا الزبده واحد شويه ديال الزبده ما تركتولهاش بزاف على هذا الشكل، وكندهنوا بها كناخذوا واحد القليل من الدقيق الفينو. وانتما كتلاحظوا كنحاول نديرها على شكل مستطيل، كناخذوا شويه شويه ما كنكثروش بزاف. من بعد كناخذوا هذه القطعه كنحاولوا نديو ونجيبو، انتما كتلاحظوا بعد ما عملنا على هذا الشكل كنحاولوا نجمعوا. حيت كنجمعوها على هذا الشكل هانتوما كي كتلاحظوا كنجمعوها، كنحاولوا نجبدوها بعض الشيء كنجمعوا على هذا الشيء، وكنلويوها ما كنديروش وحده فوق وحده، كنحاولوا نلونها هانتوما حنا كنجبدو بهذا الشيء. هذا الشيء اللي بقى كنديروه من التحت، هانتوما كتلاحظوا هي كتجينا الشكل ديالها، وكنبقاو مستمرين حتى نكملوا الكل، كنوضعوها كنتركوها وكنمروا الاخرى نزوها نحطوها، وكنبقاو مستمرين حتى نكملوا الاولى. كناخذوا نفس الشكل اللي درنا في الاول كناخذوا الاخرى وكنسرحوها مزيان، كنسرحوها كيف ما تبقي لي قلت لكم كنسرحوها بالزيت. بالنسبه لهذه كنديروها في شي صحن وكنغطيو عليها، اللي درناها كنغطيو عليها ما كنخليوهاش على هذا الشكل. بعد ما سرحنا الكويره الثانيه على هذا الشكل الان كناخذو كذلك كنرشو بالزبده، ها هي رشيشه. من بعد كناخذو كنديروا شويه شويه ديال الدقيق، هذا تيساعدنا الا جينا كنقطعو ما كتبعناش العجين كيتقطع لينا مزيان. بعد ما درنا رشيشه ديال فينو دقيق القمح الان كناخذو كيف ما قلت لكم هذه الاله كندير هكذا كنقطعو كندير عشوائي. المخطوطات هانتوما كتلاحظو كتجينا ساهله، راه اي مبتدئه تزعم ديرها ولا تجي رائعه وتنجحيها من المره الاولى. المره الاولى كنحاولو نجيبو كذلك هانتوما كتلاحظو كنجمعو وكنحاولو نجمعوها هانتوما كتلاحظو مكنحاولوش نديرو وحده فوق وحده، باش الا سرحناها كيجينا هكاك خطوط خطوط. كنحاولو نسرحوها بهذا الشيء نجبدوها شويه شويه، وحنا كنسرحو كنلويو
بغاو كبار بزاف دير كبار بزاف حسب الذوق، دير المتوسطين. الشيء اللي تيبقى لنا كنديرو من التحت الشكل ديالك كيجي، كنبقى مستمرين حتى نكملو الكل على هاد الميلان. بسم الله، بعد ما شكلنا جميع الرصيصات ديالنا الان نمرو باش نطيبهم. كنختارو الاولى هي على هاد الشكل، من بعد كنختارهم كنحاولو نغطيوهم. المقلة راه زبقلنا رديناها كتسخن، الان كنحاولو نطرقوهم غير بهاد الشيء، مكنطرقوهمش بزاف حتى تنكملو لهم الطراق ديالهم، تقوم شوية بس إلا جينا نهزوهم مكيتحلوش لينا على هاد الشكل. كنحاولو المقلة بعد ما طرقناهم شوية، المقلة هي كتسخن. بسم الله، كناخد هاد المقلة تاهي سخونة، كنصبو فيها شوية ديال الزيت، كنحاولو كنحاولو نطرقو غير بهاد الشيء. كنطرقوها حتى تطيب من التحت وكنقلبوها، قبل ما نقلبوها كنرشها بشي زيت من الفوق. الان كنحاولو نقلبوها، بعد ما طابت شويه من التحت كنبقى نقلبوها حتى تطيب لنا. كنراقبوها حتى تطيب لنا بجميع الجوانب وكنحيدوها. بسم الله، بعد ما طابت الرصيصه هانتوما كيف كتلاحظو كتجي الرصيصه ديال المبتدئات كتجي ساهله. الان غادي نحيدوها ونمرو كنطيبو الاخر. الشكل النهائي ديال الرصيصه ديالنا كتجي على هذا الشكل، كتجي رائعه ولذيذه، حتى التقليه ديالها راه سهله في التحضير، حتى المبتدئات يزعمو يصايبوها. كنتمنى تعجبكم وغادي تعجبكم، هي جربوها وبارطاجيوها مع اصدقائكم في الفيسبوك والواتساب، وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.